الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معانا النهاردة في فيديو جديد هنتعرف فيه على النبات الجميل ده. النبات ده هو نبات الجرجير. طبعا كلنا بنعرف إن الجرجير بنزرعه علشان ناكل أوراقه، لكن أنا النهاردة بدعوكم إن كنتوا تزرعوا الجرجير علشان حاجة تانية خالص. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعال نشوف الفكرة مع بعض. الفكرة ايه؟ الفكرة إن احنا نزرع نبات الجرجير كنبات زينة ويبقى في نفس الوقت نبات خضار، يعني هزرعه بهدف ثنائي. الغرض هعلم ولادي في البيت الصغيرين إن هم لو زرعوا بذرة واحدة من الجرجير في قصيص هتديله نبات قد النبات ده بالظبط، حجمه كبير اهو، وفي نفس الوقت ليه ازهار جميلة جدا. كل دول نبات واحد، لو شفتوا من القاعدة كده اهو، ده نبات واحد، شايفين الجمال اهو. بس علشان انا اخد منه ازهار لازم يكون فيه شرط يتحقق. ايه هو الشرط ده؟ ان انا ازرع الجرجير في شهر نوفمبر علشان يبتدي تزهير في الوقت اللي احنا فيه ده اللي هو يناير وفبراير، تمام؟ لان انا الجرجير ممكن ازرعه طول السنة واخد منه اوراق استهلكها محصول اخضر، لكن عشان اخد منه تزهير ويبقى ثنائي الغرض بالشكل ده هبتدي ازرعه في شهر نوفمبر، وممكن كمان قبلها في اكتوبر يبتدي ينمو وياخد مراحل نموه كلها ويبتدي يظهر عندي في الفترة دي. أبقى أنا خدت في الأول ورق أكلته وبعدين سبت النبات يكمل نموه لغاية ما اداني الأزهار الجميلة دي. مش بس كده وبس، ده احنا كمان هنعرف انه هيبقى ثلاثي الغرض ازاي. ان انا هاخد منه قرون جميلة اهي فيها بذور، لما اجففها بعد تمام نضجها هستخدمها تقاوي للسنة اللي بعدها او للمواسم اللي بعدها او لفترات تانية جاية كتير. ايه رأيكم في الفكرة؟ ازرع جرجير وخد منه افكار كتير. ناخد ورق، ناخد ازهار، ناخد ثمار وبذور تقاوي. ايه رأيكم في الفكرة؟ جميل جميل جميل، رائع، كمية أزهار كبيرة جدا من نبات واحد أهو. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشجعونا بسبسكرايب وشير للقناة. مع تحياتي لكلكم، دكتورة رؤية.